ما هو ذكر الأهمية بالعدد 4 وحيد وما فضله؟ ده كان في علم زمان اسمه علم الحرف، وعلم الحرف ده أوجد علاقات، وعلم الحرف ده قديم ويبدو أنه مردوده إلى سيدنا إدريس. وفي البخاري لما سأل واحد رسول الله وإن منا يخط يا رسول الله، قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. مين النبي ده؟ في روايات أخرى برة في الطبراني وغيره إدريس، وكان إدريس أول من خط بالقلم. إيه يخط دي؟ يخط دي اللي هي العلاقة ما بين الحروف والأرقام. قديما، لأن إدريس ده كان قبل نوح، ويقال إنه هو هرمس الهرامسة، ويقال إنه أبو الهول عندنا هنا هو شكله، هو ده إدريس لما الفراعنة علمهم العلم رسموه في صورة إنسان وله جسم أسد قوي يعني. فإدريس أول من خط هذا الخط. فهناك علاقة بين الأرقام وبين الحروف، مبناها في لغة العرب على طرفين، طرف يسمونه الجمل الصغير وطرف يسمونه الجمل الكبير، وهو موجود على أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت ثخد ضضغ، دول 28 حرف. فلاحظ أهل هذا الفن أن الله قد بدأ القرآن في 29 سورة ب14 حرف من هذه الحروف، نص حكيم قاطع له سر، هذه 14 حرف. فقالوا إذن هذه الحروف 14 حرف دول نحطهم قدامنا كده، نص حكيم قاطع له سر. إذا كانت دي حروف، طب لما لم يذكر ال14؟ قالوا كوجهي القمر، القمر تلاقي وجه منه منير لأنه في مواجهة الشمس، والوجه اللي ما بنشوفهوش مظلم، فراحوا مسميين الحروف دي النورانية، ومسميين الحروف التانية الظلمانية. فبقى عندنا الحروف كم نوع؟ تنتين، نورانية وظلمانية. طيب يبقى إذن النون نورانية نص، الصاد نورانية، الصاد ايه نص، الحاء نورانية حكيم، وهكذا الياء. طيب ازاي بقى اللي عليها نقطة ما فيهاش؟ ما فيش ازاي في الحروف ال14؟ يبقى ظلمانية. طيب الطاء نورانية، طب الضاء ظلمانية، وهكذا العين نورانية، كاف هاء عين صاد. طب والغين؟ لا ظلمانية. ومعنى كده ان ربنا اختار ال14 دول وسبع 14 امامهم. ايه السر في كده او ايه الوضع ده؟ وانا عايز يعني اغوص في هذا السر. فراحوا حطوا الحاجات دي، وعن طريق بقى التجارب والتكرار والاشياء اللي زي دي، وصلوا الى أهم سقق حلع يصو، وكلها حروف نورانية، واللي فضل طنر طه ونون وراء.
علشان يبقوا 14. أها منسقق حلع يصو كم حرف؟ 11. يتبقى لنا كم من ال 14؟ 3 اللي هم ايه؟ طانر. الطاء بكام؟ في الكبير ب9. والنون بكام؟ في الكبير ب50. والراء بكام؟ في الكبير ب200. يبقى الراء تنطق قد ايه؟ 259. وايه 259 دي؟ فقال تعالى اكتب لفظ الجلالة ألف لام لام هاء. الألف بكام؟ 1. واللام ب30 واللام التانية ب30 والهاء ب65. يبقى لفظ الجلالة قيمته 66. قال لكن لو فردته يعني ايه؟ يعني كتبت كده ألف لام لام هاء، يعني سميت أسماء الحروف الأربعة، ده تلاتة ده تلاتة ده تلاتة ده تلاتة، تلاتة في أربعة ب12 حرف، حط القيم بتاعتهم، حطوا القيم بتاعتهم طلعت 259 اللي هي ايه؟ طانر. شيل طنر هيتبقى أها منسقق حلع يصو. فقالوا طيب دول 11. أيوه. طب حط كمان واحد عليهم يبقى 111. طب حط واحد كمان يبقى 111. 1111. واحد 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 واحد. وواحد ده يدل على إيه؟ على لا إله إلا الله، لا واحد إلا الله. فقالوا طب نجرب كده نذكر بهذا الذكر 1111 مرة فذكر. فالحكاية مشت. قالوا يا جماعة من المجربات، مش من الشريعة بقى، من المجربات. هو في فرق بين كتاب الله المستور وكتاب الله المنظور؟ طبعا. ما الطبيب هو بيعالجك، ما بيعالجكش من الكتاب والسنة، ده بيعالجك لان الدواء ده جربناه للداء ده فوداه. طب لازم يعني الدواء ينجح؟ لا، بس 99% بينجح. فده من كتاب الله المنظور. اقرأ باسم ربك الذي خلق. والحروف دي جايه منين؟ من كتاب الله المسطور. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فقالوا طيب من جرب؟ جربوا لقوها مشيت معاه. يقرأ 1111 مرة ورا بعض أهم سقق حلع يصو أهم سقق حلع يصو أهم سقق حلع يصو ومن الحكاية تمشي. استغربوا قالوا ايه ده؟ جن ده ولا عفاريت؟ دي حروف نورانية اللي ربنا أنزلها في كتابه، اللي الترتيب بتاعها طلع كده، اللي التجربة أدت إلى هذا. يبقى جن وعفاريت فين؟ يجننوك، يجننك ربنا. جن وعفاريت فين؟ دي حاجة جاية من التبحر في محاولة الفهم. واحد قال لي ايوه بس انا يعني سيلي سمايل كده، قال انا مش داخل مخي. قلت له في حد قال لك اعملها؟ ما حدش قال لك اعملها. وفي حد بيقول لك ده فرض ولا سنة؟ ده يقول لك مجربات، زي الشيح لما عندك مغص وتشرب شيح يخف الشيح. هو ربنا قال لك كده ولا سيدنا قال لك كده؟ ده بالتجربة. قال لا بس اصلا مستتقلها. ما تستتقلها، هو انت تقيل الدم اصلا، لكن ما تستتقلها ما تعملهاش.
امال انت بتشرحها ليه؟ عشان واحد جاي يسألني فيه. يعني نطلع نقول الشيخ بيقول حاجة خرافية، طب اعمل له ايه دي؟ لا انا بفهمك لانك انت جاهل، بس بفهمك لانك انت ايه؟ جاهل. البعيد جاهل، البعيد لازم تقول البعيد، اه البعيد جاهل، فانا بفهمك ايه اللي حصل ممن لا تقرأه وما انتش عايز تقرأه، وقفلت على تجارب الامم، انا اعمل لك ايه؟ ايوه يعني ده جزء من الدين؟ لا، ما الجاي من الدين لانه كل الحروف دي موجودة في اوائل الصور ومحدش عارف هي جت من اول الصور بالترتيب دي ليه؟ ايه الف لام ميم، الف لام راء، الف لام صاد، الف لام ميم صاد، ايه ده نون والقلم، ايه ده، ايه دي بالظبط، ليه ليه كده؟ قيل وقيل حاميم مش عارف طه ياسين، ايوه موجود كل الكلام ده. وفي القرآن انا مؤمن بالقرآن قوي، انت لسه يا عيني حيران هو يا ترى ولا يا ترى، وقعد تختبر، قعد تختبر روحك وتختبر القرآن وتختبر ربنا وتختبر اللي حواليك وتختبر الشيخ والمقدم المسكين. قاعدين نختبر بعضنا، لكن احنا فتنا الحكاية دي من زمان ورحنا داخلين في التجربة نجحت. اقول لا لا لا، مش هقول لا لا، دي غباوة ان انا اقول لا لا. طب انا جربتها وما نفعتش، ما ان شاء الله ما نفعت، ما تبقاش تجربها تاني. ايوه بس انت بتقول انك جربتها ونفعت، ايه انا جربتها ونفعت، انت جربتها وما نفعتش، انا مالي يعني؟ اذا ما نقولش للناس، هو في حد قال لك انه ده ساينس يعني مبني على مثلا ده تجريب، المجربات دي نفعت معاك نفعت ما نفعتش، في حاجات تانية هتنفع ان شاء الله. ادي الحكاية، هي الدنيا ببساطة كده ويعمل لك هاي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ما هو قاعد يقول لنا هو ما فيش فايدة.